هو ليه لحد دلوقتي يا احمد لحد هذه اللحظه؟ انا كنت متصور بعد برونزيه كاس العالم وموسيماني نازل من الطياره، ده مشهد تخيلي يعني، في ورقه قدامه على السلم وهو نازل من سلم الطياره وبيمضي عليها تجديد التعاقد، خلاص يعني ناقص ايه تاني موسيماني يعمله عشان عقده يتجدد؟ واقفه فين بقى؟ بص خلينا واقفه في اي حته، خلينا نرجع لورا شويه. قبل كاس العالم كان عاوز يجدد، هو نفسه كان خايف من نتائج كاس العالم، واكيد الاهلي عايز يجدد. يعني خلينا نتفق، الاهلي كان عايز يجدد له. النهارده في خلاف، في خلاف كبير داخل بقى المسؤولين عن ملف الكره، سواء في قطاع الكره، سواء في مجلس الاداره، سواء في شركه الكره. الراجل لما حصل جلسه بينه وبين عضو مجلس الاداره اعترض واتكلم مع الكابتن محمود الخطيب بشكل شخصي وقال له لو سمحت الملف ده يكون معاك انت والكلام هيكون معاك انت، مش محتاج اتكلم مع حد تاني. الموضوع عمل مشكله، بقى في خلاف، الراجل هيبقى موسمين ولا موسم. طب رجعنا تاني، وقفت القصه في ان في اقتراح ان يكون في مدرب اجنبي. موسيماني عمل كل حاجه عشان نتكلم بس بشكل رسمي ما عدا الدوري المصري. لو كسب الدوري السنه دي الدنيا تختلف معاه شويه. ليه؟ لانه هو على المستوى العام عمل لك كل حاجه. عنده شويه مشاكل طبيعي، وفي تذبذب مستوى، وفي خلافات، وفي عدم ارتياح من بعض اللعيبه، ده طبيعي، ده كل الامور دي طبيعيه. لكن الراجل هيكمل ازاي وهو مش مرتاح؟ موسيماني مش مرتاح؟ مش مرتاح، لانه هو كان من بدري عمل كل حاجه عايز يجدد. ولما راح وجي ووكيلته اللي هي مراته مرتين. انا بحط نفسي مكان اداره النادي الاهلي. انا اكيد بص، الاهلي طول عمره لما بيعوز مدرب يجدد له. كريم، الاهلي لما بيعوز مدرب يجدد مع مدرب بيجدد بدري طول عمره. يعني لو جوزيه، لو انت تتخيل في المرتين، في المره الاولى والمره الثانيه، الراجل قعد ومستمر ومجدد، والموضوع ما كانش فيه اصلا خلاف خالص. يعني اعتقد جوزيه كان واحد من الرسائل المهمه، حتى حسام البدر لما كان موجود جدده، حتى محمد يوسف لما كان. ففكره ان انت يكون عندك مدير فني، انت حاسه يعني استكمالا لكلام هاني، مش محايره بس، ما بين لك مشاكل. ايه المشاكل؟ لما طلع يتكلم عن عقده ده غريب عن النادي الاهلي. خلينا نقول انه هو عام، يعني من حق ان انا راجل بتكلم بس مش في مؤتمر صحفي. ده يعني طريقه النادي الاهلي بتقول ان انت لازم تبقى داخل الغرف المغلقه. هو الراجل يتكلم، هو الراجل مش مقتنع بطريقه النادي الاهلي ان انا لازم اكسب كل حاجه. ما ينفعش في حاجه اسمها في الكوره تخسر. هو مش مقتنع. لما خسر الدوري افتكر وقال لك طب انا اعمل ايه؟ ليه اكسب كل حاجه؟ الكوره ما فيهاش كده. ففي كل واحد عنده وجهه نظر، سواء من موسيماني او من مجلس الاداره، متمسك بيها. في خلاف حصل؟ في خلاف حصل، في خلاف مستمر. خلاف ايه؟ العقد سنتين ولا سنه. بين الاهلي وموسيماني يعني. طب الراجل، بس انت قلت لي كمان في الاول انه في خلاف جوه النادي الاهلي. ما هو ده جزء من القصه. قصه ان الراجل لما حصلت جلسه في حضور كابتن حسام غالي، كابتن سعد عفيز، والراجل قال لك طب بيتكلموا ليه؟ طب ما انا في رئيس نادي. هي ثقافات، هو ممكن يكون في جنوب افريقيا كان بيتعامل مع رئيس النادي بشكل مباشر، وهنا لوقت طويل كان بيتعامل مع الكابتن محمود الخطيب. لما حصل تداخل وحصلت فكره لجنه الكوره ومجلس الاداره، فبقى عندك تفاصيل كتير. يعني من عضو مجلس الاداره من حقه انه يسال، ده طبيعي، من حقه انه هيعرف. بس هو الراجل مش مقتنع، هو حر. لكن انت هتوصل بيه لفين؟ لو عايز تجدد موسيماني، موسيماني يجدد من بدري طبيعي، يجدد بعد كاس العالم للانديه، وقبل كمان، بعد دوري ابطال افريقيا. حتى انت كنت ممكن تقدر تقول في عقده اللي كان لسه، انت بتديله سنه كمان، يعني انت تمد عقده سنه من غير ما تتكلم في تجديد. خلاف بسيط على بعض الامور الماليه ما بين 20,000 دولار او اقل او اكتر، ماشي، محلوله. لكن الراجل بقى هيكمل؟ انا اشك. مش هيكمل؟ اشك ان هو ممكن يكمل.